إذن باش نبداو معنا سي مروان زمامة عبر الهاتف. مروان زمامة لاعب الدولي السابق، لاعب اللي جاور أحد أعرق الأندية في الدوري الاسكتلندي، وأيضا ميدلزبرو في الدوري الإنجليزي في قسم الوطني الأول والثاني، لاعب اللي أعطى الشيء الكثير وكان خير سفير الكرة المغربية في اسكتلندا وأيضا في البطولات الإنجليزية. مروان زمامة أحد اللاعبين اللي صنعوا تاريخ نادي الرجاء الرياضي بفوز بكأس الكاف 2003، كأس العرش، البطولة الوطنية ومجموعة من الألقاب. اللاعب اللي كان كيحمل رقم 5 في القميص ديالو، رقم 5 والتاريخ الإيجابي مع نادي الرجاء الرياضي بعد مروان زمامة، كان أيضا محسن متولي وقبل منهم طلال القرقوري. سي مروان زمامة شكرا على قبول الدعوة ومساء الخير. مساء الخير سي أحمد وسي نور الدين وسي إسماعيل. مرحبا بك سي مروان. سي مروان اليوم غنناقشوا معاك موضوع مباراة المغرب، المنتخب الوطني المغربي ومنتخب الملاوي ما قبل المقابلة. يعني أولا بعدا كيفاش جاك أداء المنتخب الوطني المغربي حتى الآن؟ جوج انتصارات وتعادل أمام المنتخب الغابون اللي خلانا في المركز الأول باش نبقاو في مدينة ياوندي الكاميرونية واللي غنواجهوا فيها المنتخب الملاوي. والحمد لله يعني نتيجة إيجابية في جميع المباريات، فالحمد لله يعني لاعبين أداو المباريات بشكل جيد، بينوا على احترافية كبيرة، وكذلك الاحترافية ديال المدرب اللي انعكست على باقي اللاعبين. فالحمد لله عندنا مجموعة شابة، مجموعة اللي يعني جديدة، كنتمنى إن شاء الله أنهم يحققوا المبتغى ديال الجماهير المغربية اللي كيتسنى منهم الشيء الكثير، وبينوا على أنهم قادرين على تجاوز هذه المباراة هذه. ما عليهم إلا يركزوا بشكل كبير وإن شاء الله غادي يحقوا المبتغى ألا والتأهل والمنافسة على هذا اللقب اللي انتظرنا وقت طويل باش نحقوا هذا اللقب هذا. كنتمنى إن شاء الله هذه المجموعة هذه تركز لنا فيه الكفاية باش إن شاء الله نحقوا هذا اللقب اللي انتظرناه مدة طويلة. سي مروان، من أهم النقاط اللي جاءوا اليوم في الندوة الصحفية ما قبل مقابلة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الملاوي، صرح وحيد أليلوزيتش بأن لاعبين واجدين لهذه المقابلة وبأن هذه اللاعبين قادرين باش يصنعوا تاريخ وأمجاد الكرة المغربية. فبالتالي يمكن بعد هذه التصريحات ديال وحيد أليلوزيتش كيبين بأنه جد متفائل لنتيجة اللي غتعرفها نهاية المقابلة. فكيفاش كتشوف هذا المدرب بصفة خاصة وهذه المقابلة يعني بصفة عامة؟ وبالفعل كما صرت فيها مدرب كبير، التاريخ كيتحدث عليه، سواء رفقة فريق الرجاء اللي كان فازنا بوصفة الأبطال، فمدرب كبير الكل كيعرفه وانضباط كبير اللي كي تعرف عليه سواء في داخل الميدان او خارج الميدان، وكنشاهدوا حتى الاحترافيه ديال التعامل مع المباريات ومع اللاعبين. فيعني مدرب منضبط بشكل كبير، اكيد ان هادشي غادي ينعكس على اللاعبين وغادي يقدموا مباراه كبيره ان شاء الله امام الملاوي. مباراه الملاوي يعني احنا مرشحين على الورق، لكن يجب البذل مجهود كبير باش ننتصروا في هذه المباراه هذه، باش لكي لا يكون هناك عنصر المفاجأة، لأن اللاعبين استفدوا من كأس أفريقيا الماضية، فيعني كنا بإمكاننا أننا نوصلوا لنفوزوا بهذا اللقب، لكن الخير في مساره الله. الآن إن شاء الله غادي نستفدوا من التجربة السابقة وغادي نلعبوا بواحد تركيز كبير إن شاء الله، اللاعبين غادي يركزوا بما فيه الكفاية، وأكيد أن المدرب التعليمات اللي غادي يعطيهم أكيد أنهم غادي يقوموا بالواجب. يعني لاعبين عندنا لاعبين جيدين، لاعبين الكل كيلعب في فرق كبيره، فاكيد انهم يعني على ما بلينا في المباريات اللي قدموها فانهم يريدون تحقيق هذا اللقب. كنتمنى ان شاء الله انهم يتوفقوا ويحققوا هذا اللقب هذا. كما قلت لك اهم حاجه في المباراه هي التركيز، لان غادي يجينا فرص، كنتمنى ان شاء الله اننا نترجمهم الأهداف يعني في بداية المباراة إن شاء الله باش نلعبوا بواحد الارتياح في باقي أطوار المباراة. سي مروان، آخر سؤال عندي قبل ما نعطي السي نور الدين والسي إسماعيل المداخلة، بالنسبة لإلياش شاعر كنعرفوا بأن هذا اللاعب
كيمارس في الدوري الاسكتلندي من بوابة نادي كوينز بارك رينجرز. انت كنعرفوك بان لعبتي مع هيبرنيان منذ سنوات طويلة، وكنتي من احد اللاعبين اللي برزوا في المواسم كاملة اللي لعبتي فيها. فالرأي ديالك في المستوى ديال هذا اللاعب حاليا، كنعرفوا بان هذا اللاعب كان نوعا ما واحد الإشكالية صغيرة بينه وبين المدرب بعدما تم الإخراج دياله في 30 دقيقة الأولى. فأنت كيفاش كتشوف المستوى ديال إلياس شاعر ونسبة للدوري الاسكتلندي والنادي الكبير اللي كيمارس فيه اللي هو كوينز بارك رينجرز؟ بالفعل يعني بدون شك في أي لاعب كيمارس الدوري الاسكتلندي ولا يكون وتكون لديه يعني من تجربة ما يكفي باش يلعب رفقة المنتخب المغربي، لأن كنعرفوا المنتخب الدوري الاسكتلندي والإيقاع المرتفع، فمن هذا الجانب ما غاديش يكون عنده إشكال في هذا الجانب هذا. وأكيد أن يعني المدرب ما غاديش غادي يتصل به إلا ما كانش يعني قادر أنه يمثل المنتخب الوطني، فيعني مدرب كبير وكيعرف كل لاعب المؤهلات اللي كيتوفر عليها، فما مادام استدعى المدرب إلا وعارف شنو الإمكانيات اللي كيتوفر عليها. كنتمنى أي لاعب تم إقحامه في المباراة هذه يقدم الإضافة المرجوة، وإن شاء الله يعني تركيز كبير من اللاعبين أكيد أنهم غيتجاوزوا هذا المنتخب الملاوي إن شاء الله، وغادي يقدموا مباراة كبيرة اللي تلاقي بالمنتخب المغربي. مروان سي رقراقي مرحبا، كنشوف فورما كنشوف فورما الفورما ديما مروان طبعا انت كتلاحظ دابا يا حنا دابا يلا كمل الماجي لا غومبي دازو هاد الملاوي هما معنا، كانوا مفاجآت. كيفاش انت كتشوف هاد بين قوسين هاد لي كيتسموا لي بيتي بي زعما كاين البلدان الصغيره بوركينا فاسو بوركينا فاسو البارح، اذا نقول لك كيفاش كتشوفهم مروان؟ وبالتالي يعني اول شيء يجب احترام المنافس بشكل كبير، لان يعني شاهدنا الان المنتخب النيجيري يخرج امام اكبر المرشحين ثم الخروج ديالو من امام المنتخب التونسي، فاكيد اولا يجب احترام المنافس، لان يعني افريقيا ما بقاش فيها منتخب صغير، يعني الا بغيتي تفوز لازم تبذل مجهود كبير باش تفوز. فيعني جميع المنتخبات الان ويعني معظم اللاعبين كيمارسوا في دوريات اوروبيه، فاكيد ان يعني ماشي سهل انك باش تفوز لازم تقدم يعني اداء كبير باش تفوز يعني وترفع من الايقاع باش تفوز على المنافسين الافارقه. وهذا ان شاء الله يعني اللاعبين واعيين بهذه المسؤوليه، ما لهم الا يحترموا المنافس بشكل كبير ويركزوا بما فيه الكفايه، واكيد اننا نحقوا الانتصار ان شاء الله. مروان كنت قلتي التركيز، انا سجلتها التركيز وخذيت الكلمه والتركيز، هضرتي على لا لين داتاك، قلتي لا لين داتاك زعما كانت ليفيكاسيتي الواحد يكون قدام الشبكه يماركيها، التركيز يعني هو تيخص الدفاع على ما كيظهر ليك امروان انت في الدفاع. بالفعل يعني كنتمنى ان شاء الله نحاولوا يعني نتفاداو الكرات الثابته، لان مثل هذه المنتخبات يعني ما يقدروش يعني يخترقوا الدفاع ديالنا الا بعد يعني الكرات الثابته، فلهذا يجب التركيز ما في الكفايه، لان الفرص اللي غيتاحوا لنا لازم نسجلوهم ان شاء الله باش نخليهم يخرجوا من لانهم غيتراجعوا للوراء، وهذا شيء عادي بالنسبه للمنتخبات الصغيره. فاكيد ان شاء الله ان يجب علينا التسجيل في من الفرص اللي غيتاحوا لنا وما اخذ الحيطه والحذر يعني من الكره الثابته. مروان وين سي نوضري؟ لا بالمعلم اسماعيل لاباس عليك مروان خويا كي داير بخير؟ الحمد لله، حس لي الشرف ندوز معك، لاعب خلوق، لاعب اللي عطى كثير للكره الوطنيه والفريق الرجاء البيضاوي وكذلك المنتخبات الوطنيه، حس لي الشرف انني نكون معك. انا بالنسبه لي السؤال ديالي اللي غادي نسولك مروان هو كيفاش شفنا انه المنتخبات العربيه في بدايه ديال لاكان فكانت كل المنتخبات كتعاني، واخر منتخب عانى هو الاقصاء المنتخب الجزائري، شفنا المنتخب التونسي تيمر بثلاثه نقاط في المجموعه ديالو، الان كيقصي منتخب من اقوى المنتخبات اللي هو المنتخب النيجيري، وكنعرفوا ثقافه المنتخب التونسي والطريقه كيفاش كيعرف بانه يفوز كيفاش كيخرج المباراه ديالو
والطريقه وبالاداء كيف ما بغى هو. نشوفوا انا من بعد غادي نشوفوا المباراه اللي تكون الان هي باديه المنتخب العربي الاخر اللي هو جزر القمر امام الكاميرون. انا بالنسبه لي تبقى جزر القمر اي نتيجه كانت امام الكاميرون فهو انجاز بالنسبه ليه لانه اول مشاركه ليه. ونشوفوا انه كذلك منتخب مصري شفنا المنتخبات العربيه في البدايه كانت المردود ديالها شيئا ما ماشي بداك القيمه ديالها اللي كنا تنشوفوا بها. الان المباراه ديال تونس واش غادي نشوفوا انه المنتخبات العربيه عاوتاني في هذه الادوار غتكون حاسمه وغتكون غتكون عندها الكلمه. وبالفعل السي اسماعيل كنتمنى لك اولا كنتمنى لك التوفيق. ويعني لاعب لي كبير اللي عطى شيء كثير لفريق الرجاء يعني لاعب ذو قوه عاليه وتقنيات عاليه يعني قدم شيء الكثير للكره الوطنيه. كنتمنى لك التوفيق سي اسماعيل. رجوعا للمباريات المنتخبات العربيه فدائما المنتخبات العربيه كانت كتواجد يعني وخير دليل على هذا هو المنتخب المصري اللي فاز بسبع كؤوس افريقيه فهذا يحسب للمنتخب المصري لا سيما ان الاهلي والزمالك القوه الضاربه اللي كانت في مصر يعني كان معظم اللاعبين من الاهلي والزمالك فاكيد انه تواجد محمد صلاح رفقه المنتخب المصري فهذا دافع قوي انهم باش يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه القادمه. كانت المفاجاه الكبيره هي خروج منتخب الجزائر يعني تقريبا نفس اللاعبين اللي فاز بهم الكاس افريقيا الماضيه يعني متواجدين في الكاس افريقيا وكنشاهدوا الخروج ديالهم من الدور الاول يعني كانت مفاجاه كبيره وكذلك المنتخب النيجيري يعني اعتقد ان التركيز اهم حاجه لان المنتخب الجزائري كان ركز ما فيه الكفايه كان انه يقدم يعني كاس افريقيا جيده لكن يعني عامل التركيز لان تقريبا نفس اللاعبين ونفس المدرب. كنتمنى ان شاء الله ان المنتخب المغربي يتجاوز هذه المرحله هذه وان شاء الله يفوز امام الملاوي يعني هذه يعني تقريبا الكل يخدم مصلحه المنتخب المغربي بعد خروج المنتخب النيجيري. وكنعرفوا المنتخب التونسي اللي انضباط اللي كيعرف انضباط تكتيكي كبير فدائما يعني كيفوز بعض المباريات باقل مجهود يعني بعض المرات يعني دائما الضربات ثابته او بعض الاخطاء من المنتخبات الاخرى فاكيد هذا يعني عامل جيد بالنسبه للمنتخب الوطني خروج الجزائر وخروج المنتخب النيجيري فهذا هذا الشيء كامل يعني في صالح المنتخب المغربي. كنتمنى ان شاء الله يعني مباراه بعد مباراه الان ان شاء الله عندنا مباراه امام الملاوي كنتمنى ان شاء الله نتجاوز هذه المباراه ونفكروا في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. سي مروان عندنا بالنسبه نخرجوا من الموضوع ديال المنتخب اولا الكاس افريقيا المنتخب المغربي عنده مقابله مهمه ايضا بعد هذا الكاس هي امام المنتخب الكونغولي فكيفاش كتشوف هذه القرعه دي لا سيما انت سبق ليك وشاركتي في المباريات ديال التصفيات ديال كاس العالم مع المدرب السابق المنتخب الوطني السيد روجي لوميغ فشنو المفارقات بين هذا الجيل بين ذاك الجيل وهذا الجيل واش المنتخب الوطني قادر يتاهل نهائيات كاس العالم اللي غتكون عام 2022 في قطر الدوحه وقادرين ان شاء الله انه يعني كما صدق يعني عندنا مجموعه جيده مجموعه قويه لاعبين شباب باقي قادرين انهم يعطيو الشيء الكثير للمنتخب الوطني وبينوا على هذه في المباريات يعني المسيره ديال رفقه المنتخب المغربي بالنسبه للمدرب واحد خلوجيت فهي جد ايجابيه تقريبا فاز جميع المباريات حتى التصنيف العالمي الان احنا مصنفين يعني من تصنيف جيد فيعني المعنويات مرتفعه للاعبين. المنتخب الكونغولي منتخب قوي لكن حتى المباراه ديال الاياب اللي غادي تجرى هنا في المغرب فهذا عامل جيد بالنسبه لنا كنتمنى ان شاء الله ان نتعاملوا بذكاء مع مباراه الذهاب وان شاء الله مباراه الاياب فاكيد اننا غنحققوا المرتغى وغادي نتاهلوا ان شاء الله لكاس العالم في قطر اللي غادي تكون يعني من بين احسن كاس العالم اللي مرات بالملاعب اللي كتوفر عليها وبالبنيه التحتيه اللي كتوفر عليها قطر فاكيد ان شاء الله اننا غادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله في كاس العالم. مروان بالطبع
الفريق اللي غيكون معنا في المنافسه كاس العالم راه هما زاير المغرب، راه عنده ليكس زاير 74 ليكس زاير 74 راه عاقلين كيفاش الشاوي دفعوه وهما مشاو بلاصنا الالمان. هذه وحده ليكس زاير. الثانيه ديال الحوايج مروان غير هادو راه الانسان ملي كيقول لا ار دي سي راه كيقول تي بي مازامبي وكيقول لايس فيتا، راه حتى هما راه عندهم القوه ديالهم غير باش انسان وبالفعل رغم ذلك فاحنا اللاعبين اللي عندنا لاعبين يعني كيمارسوا دوريات كبيره، فاكيد اننا يعني مرشحين باش نتاهلوا. كما شرط لك العنصر المهم في هذه المباريات هو التركيز، اهم حاجه هي تركيز جميع المباريات لان كيتاحوا لنا فرص كثيره، فان شاء الله كنتمنى ان شاء الله نترجموا هذه الفرص الاهداف. عندنا لاعبين مهاريين، لاعبين ذو قوه جسمانيه عاليه، فيعني كاين واحد التجانس كبير، كاين واحد الانسجام كبير بين اللاعبين الان. كنتمنى ان شاء الله ان هذا يتجلى على ارضيه الملعب ونحققوا المبتغى ديال الجماهير المغربيه. شكرا سي مروان، كنتي معنا مباشره على قناه لو 7 تي في، كنشكرك على التواصل ديالك معنا وحد موفق لك في المسيره ديالك كمدرب وطني، وكنتنبؤ لك ان شاء الله بمستقبل كبير كما عهدتينا ملي كنتي في نادي الرجاء الرياضي وفي الدوري الاماراتي والدوري القطري وايضا الدوري الاسكتلندي والانجليزي. شكرا سي حمد، شكرا سي كراكي وسي اسماعيل، وكنشكركم على هذه الاستضافه وكنشكر المستمعين وتحيه للمستمعين والمستمعات الكرام. شكرا.